الحج الضوئي معنا الحج جلال ابو الطاهر هنا في موسم المنجل الاسماعيلاوي ومع عم الطاهر وبقول لهم ربنا يكرمهم ويسعدهم ومشكرين على الضيافه. والله ودول عمامنا وعمالك عمامنا واخواننا وبنشرف بيهم يعني واحنا مفتخرين بيك جدا جدا باعمالك الحلوه وربنا يزيدك ونشوفك اكبر واكثر واكثر طبعا في كل حاجه يعني. الحمد لله الفكره لها جمهور في اسماعيليه هنا جامد مستوى العالم العربي والله الحمد لله ربنا وفقك والله والحمد لله وعم جلال ربنا يكرمه ويسعده بسم الله ما شاء الله عليهم. طبعا هم اساس المنجل اسماعيلاوي يعني هنا وادي المنجل صور رفعه المنجل ربنا يكرمهم ويسعدهم وبشكر جميع اهالي اسماعيليه الناس زي العسل. اول حاجه الحاج دول النهارده تنورنا وشرفنا في اسماعيليه وكان شايف المزاد النهارده هو شغال حاجه جميله كده بسم الله ما شاء الله ربنا يكرمه يا رب كده واحنا فرحانين وبنتشرف بيه في كل مكان ابن عمنا ومشرفنا وربنا يا رب كده يصلح له الحال كده في الاعمال الجايه ان شاء الله وربنا يوفقه ان شاء الله.